كويت أعمال عنف من داخل البرلمان. عبرون عن أراءكم، ليش حق للوفرة والخفجي؟ لا 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 ما يجوز، لا لا ما يجوز، ما يجوز دكتور عبد الحميد، دكتور عبد الحميد ما يجوز. استريح استريح أخ حمد، استريح أخ حمد، أخ حمد، أخ حمد، أنت قاعد تساعدهم، ما توجهني، أنا قاعد أدير الجلسة، أنا قاعد أديرها. ما حدث من أحد النواب، يظل أخو وحبيب وعزيز، وأنا كل إخواني النواب حقيقة لهم مكانة خاصة. أحيانا بعض الأخوة شوي يأخذ الحماس أو يفهم بعض الأمور بطريقة ليست كما يعني هي أو أتمناها أنا،